شفيعي من يوم وبطل كده من زمان عدى على الدروب العذاب باقي الهوان ولولا ما كان الشهداء من بينهم امين دم الامير اللي روى ارض الايمان ده شفيعي من يوم وبطل كده من زمان عدى على الدروب العذاب باقي الهوان ولولا ما كان الشهداء من بينهم امين دم الامير اللي روى ارض الايمان انا شفت فيه سيرته عذاب 7 سنين حسيت جراح وسمعتها صوت الانين لقيت ايمانه يوم بيضعف اويلين فارس شجاع ما بينهزمش من الشيطان انا شفت فيه سيرته عذاب 7 سنين حسيت جراح وسمعتها صوت الانين لقيت ايمانه يوم بيضعف اويلين فارس شجاع ما بينهزمش من الشيطان ده شفيعي من يوم وبطل كده من زمان عدى على الدروب العذاب باقي الهوان ولولا ما كان الشهداء من بينهم امين دم الامير اللي روى ارض الايمان ده شفيعي من يوم وبطل كده من زمان عدى على الدروب العذاب باقي الهوان ولولا ما كان الشهداء من بينهم امين دم الامير اللي روى ارض الايمان شفيع الامير ده امير كمان في المعجزات اصله سريع الندهة في وقت الضيان لكني شفت بعيني فيه احلى الصفات لما ناديت قلبه بينبض بالحنان شفيع الامير ده امير كمان في المعجزات اصله سريع الندهة في وقت الضيان لكني شفت بعيني فيه احلى الصفات لما ناديت قلبه بينبض بالحنان ده شفيعي من يوم وبطل كده من زمان عدى على الدروب العذاب باقي الهوان ولولا ما كان الشهداء من بينهم امين دم الامير اللي روى ارض الايمان ده شفيعي من يوم وبطل كده من زمان عدى على الدروب العذاب باقي الهوان ولولا ما كان الشهداء من بينهم امين دم الامير اللي روى ارض الايمان